بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 3 نتكلم على البيهيفير اوف ا فانكشن. في البيهيفير اوف ا فانكشن بنتكلم على حاجتين اساسيتين في البدايه، ان احنا ازاي نتعامل مع الاف داش لما نسويها سواء بزيرو او بالان ديفايند هنجيب منها ايه، وكمان الاف دبل داش نفس الكلام لما نسويها بالزيرو او بالان ديفايند هنجيب منها ايه. الاف داش بنطلع منها اول حاجه الكريتيكال بوينت. كريتيكال بوينتس تاني حاجه، الكريتيكال بوينت دي ممكن نصنفها ان هي لوكال ماكسيمم واحيانا لوكال مينيمم واحيانا لا كده ولا كده. ثم في حاجه اسمها ابسوليوت ماكسيمم ومينيمم، دي اللي بنشتغل على الكلوزد انترفال. ثم ازاي اطلع الانكريز والديكريز. الاربعه دول كلهم بيجوا من اف داش اف دبل داش. بتكلم على الانفليكشن بوينت وبتكلم على الكونفكس، سواء الكونفكس اب او الكونفكس داون. بس عشان نشتغل على الكلام ده كله ابتدينا نقول ان لازم نعرف حاجة اسمها دومين. دومين اوف فانكشن، اي فانكشن في الدنيا ليها دومين، فلازم نتعرف عليه قبل ما نشتغل عليه. فبنقول في بعض الفانكشنز الدومين بتاعتها ايكوال ار، فما بتعمليش معاه مشكلة. زي ايه؟ اي بولينوميال فانكشن الدومين بتاعها ايكوال ار، الاي بار اكس والاي بار اكس الدومين بتاعهم بار، الاود روتس الدومين بتاعهم بار، الابسوليوت فانكشن الدومين بتاعها بار، الساين والكوزاين الدومين بتاعهم بار. اي حاجه من الحاجات دي ما عنديش معاها مشكله لان الدومين ايكوال ار. المشكله هتبقى موجوده في ثلاثه فانكشن. الثلاثه فانكشن دول هم اذا قابلوني في اي مساله لازم اضطر اجيب الدومين عشان أقدر أتعامل مع المسألة بطريقة مظبوطة. المسألة الأولى اللي لازم أتعامل معاها الراشونال، المسألة الثانية الإيفن روتس، والمسألة الثالثة اللي هي اللي فيها لوج أو اللي فيها لين. دول ثلاث أشكال اللي إذا قابلوني في أي مسألة أنا مضطر لازم أجيب الدومين عشان أتعامل مع المسألة. فور اكزامبل لكل واحدة. أول واحدة بالنسبة للراشونال فانكشن، إزاي أجيب الدومين بتاع الراشونال فانكشن؟ لما أدي لك راشونال فانكشن f of x equal x power 2 على x minus 2، أبتدي أتكلم على الفانكشن دي راشونال فانكشن، يبقى لازم الأول أجيب الدومين. فأول حاجة الدومين بيجي إزاي؟ الدومين equal الريل نمبر minus set of zero of denominator. أنا بساوي denominator بزيرو فهتطلع x equal 2، يبقى أنا هقول الدومين equal r minus 2. إذا لما أجي أتعامل مع المسألة كل النمبر لاين معايا ما عدا ال 2 مش معايا جوه الدومين، فأحطها كده عشان أبقى عارف إن أنا مش هتكلم عن 2 خالص. لما بتكلم أبتدي أجيب ال f داش، f داش اللي تحت باور 2 x minus 2 باور 2، بطلع بيه x minus 2 في الديريفيتيف اللي فوق 2x، ماينس اللي فوق x باور 2 في الديريفيتيف اللي تحت بقى. اللي تحت x minus 2 باور 2، اللي فوق لما اضرب هتبقى 2x باور 2 minus 4x minus x باور 2، simplest to 4 هتبقى x باور 2 minus 4x، وتحت x minus 2 باور 2. هبتدي اتعامل مع الفانكشن دي. انا جبت ال f داش، هبتدي يا اما اسويها بزيرو يا اما اسويها باندفايد. لما اساوي الاف داش بزيرو فانا بساوي اللي فوق بزيرو، يعني اكس باور 2 ماينس 4 اكس هي اللي ايكوال زيرو، اكس كومن فاكتور تبقى اكس ماينس 4 ايكوال زيرو، يبقى الاكس بزيرو او الاكس ب 4. الاثنين موجودين جوه الدومين، دي موجوده جوه الدومين ودي موجوده جوه الدومين. او هساوي الاف داش باندفايند 1 اوفر 0، 1 اوفر 0
يبقى انا هساوي اللي تحت بزيرو، اكس ماينس 2 ايكوال زيرو، تطلع الاكس ايكوال 2، دي مش موجودة جوه الدومين، تبقى دي ريفيوزد. اذا معايا اتنين كريتيكال بوينت عند الاكس بزيرو وعند الاكس بفور، بحط على النمبر لاين عند الاكس بزيرو وعند الاكس بفور واشوف اشارة الاف داش. هبتدي اعوض في الاف داش اللي هي اخر خطوه نوصل كده. لو ابتدي اعوض في الفانكشن دي هلاقي لو عوضت قبل الزيرو ده هيطلع بوزيتيف، ده هيطلع نيجاتيف، ده هيطلع نيجاتيف، وده هيطلع بوزيتيف. اذا بيحصل انكريز ثم ديكريز ثم ديكريز ثم انكريز. اقدر اقول على البوينت الاولى دي لوكال ماكسيمم عشان في قبلها انكريز وبعدها ديكريز، واقدر اقول على الفور دي لوكال مينيمم. طب التو اساسا كده كده بره الدومين مش هجيب سيرتها، يبقى انا عندي لوكال ماكسيمم هنا وعندي لوكال مينيمم هنا. يبقى لما تجيني مساله فيها راشونال لازم اجيب الدومين. الشكل الثاني اللي بنأكد عليه للناس لما تلاقي مساله فيها ايفن روت، اشهرهم طبعا بالنسبه لنا السكوير روت، سكوير روت اكس ماينس 3 في الروت، لازم اللي تحت الروت يكون greater than or equal 0، يعني x greater than or equal 3 يعني x هتكون belong to من اول 3 لحد infinite. هو ده الدومين بتاعي. يعني انا برسم النمبر لاين، انا شغلي هيبتدي من اول بوينت اسمها 3، دي معايا جوه الدومين، وكل اللي بعد ال 3 معايا جوه الدومين، لكن اللي قبل ال 3 ده بره الدومين. إذا كل الجزئية دي أساسا بره الدومين. لما أجي أجيب اف داش، اف داش اوف اكس الروت، بحط الدبل الروت تحت والديريفيتيف اللي تحت الروت فوق، آخد اف داش دي مرة أساويها بالزيرو، يعني أنا بساوي اللي فوق بالزيرو، مفيش حاجة اسمها وانا ايكوال زيرو، بالتالي ريفيوزد. اف داش ايكوال undefined اللي هي 1 اوفر زيرو، يعني أنا بساوي اللي تحت بزيرو، اكس ماينس 3 ايكوال زيرو عند الاكس ايكوال 3، دي موجوده جوه الدومين، وبالتالي دي تعتبر كريتيكال بوينت. طب ما دام هي كريتيكال بوينت عايز اعرف هي تنفع لوكال ماكسيموم ولا لوكال مينيموم، بشوف اشارات الاف داش. مفيش حاجه قبل السري لان ده بره الدومين بتاعي، بعد السري لو انا عوضت هلاقي ان الاشاره طالعه بوزيتيف، اذا في انكريز. طب في انكريز بس مفيش حاجه قبل السري، يبقى البوينت الكريتيكال بوينت دي لا ينفع تتسمى لوكال ماكسيمم ولا ينفع تتسمى لوكال مينيمم. الشكل الثاني او الثالث هو اللين. احنا عارفين لو معايا لين اكس اللي جوه اللين لازم يكون جريتر ذان زيرو، يعني الدومين بتاع المساله دي من اول زيرو اوبن لحد انفينيت، لازم اللي جوه اللين يبقى بوزيتيف. طب لو انا معايا اف اوف اكس ايكوال لين اكس ماينس 3 اللي جوه اللين اللي هو اكس ماينس 3 جريتر ذان 0، يبقى اكس جريتر ذان 3. اف اوف اكس ايكوال لين اكس بلس 1 اللي جوه اللين اللي هو اكس بلس 1 جريتر ذان 0، يبقى اكس جريتر ذان نيجاتيف 1 عند السؤال. وكنا بنقول للناس خلي بالك في فرق ما بين لما اقول اف اوف اكس ايكوال لين اكس باور 2 ولما اقول اف اوف اكس equal to ln x، رغم ان الاثنين equivalent يعتبر، يعني لا اقدر احول الاولى للثانيه او الثانيه للاولى، لكن واحنا بنجيب الدومين لا الامر مختلف. الدومين بتاع الاولى انا عايز x باور 2 greater than 0، فكل الارقام x باور 2 ده رقم بسيط، فكل الارقام greater than 0 الا رقم واحد بس اللي هو الزيرو، يعني الدومين بتاعي كل الارقام تنفع ما عدا تعويضه الزيرو بس اللي ما تنفعش. يبقى الدومين بتاع المساله دي كل الارقام ما عدا الزيرو، الزيرو بس هو اللي بره الدومين. وبالتالي لو جيت اجيب اف داش، اف داش هنزل هنا التو فتبقى تو لين اكس، التو زي ما هي واللين اكس ب1 على اكس، يعني بقت تو على اكس. لو سويتها بزيرو مش هيطلع حاجه، ولو سويتها ب1 على زيرو اكس هتطلع بزيرو، بس دي بره الدومين، يعني انا عندي نو كريتيكال بوينت، مفيش كريتيكال بوينت، وبالتالي مفيش لوكال ماكسيموم ومفيش لوكال مين. طب الاشارات لو انا بعوض، لو عوضت برقم قبل الزيرو هتطلع، طبعا بعوض في الاف داش، لو عوضت برقم قبل الزيرو هتطلع نيجاتيف، بعد الزيرو هتطلع بوزيتيف، اذا في ديكريز هنا وفي انكريز هنا. لكن
f of x equal to لين x. x اللي جوه اللين لازم تبقى greater than 0. إذا الدومين بتاعتي هي الأرقام البوزيتيف من أول 0 لحد infinite. إذا أنا برسم النمبر لاين، آدي الزيرو، الزيرو مش معايا، وكل اللي قبل الزيرو مش معايا. لما أجي أعمل اف داش هتطلع برضه 2، ولين اكس ب1 على اكس يعني هتطلع 2 على اكس. 2 على اكس هسويها بزيرو مش هتنفع، هسويها ب1 على زيرو، هتطلع الاكس ايكوال زيرو بره الدومين، يبقى برضه نو كريتيكال بوينت. بس لما اعوض اجيب الانكريز والديكريز انا بعوض بعد الزيرو بس، فهتطلع الاجابه بوزيتيف، يعني الفانكشن دي انكريز بس. اذا في اختلاف ما بين النوعين لازم اخلي بالي منه. طب واللوج f of x equal log x for base a، طول ما البيس كونستانت مفيش فرق ما بينها وما بين اللين، زيها زي اللين بالظبط، نقدر نتعامل معاها كأنها لين. وبالتالي دي انا هقول x greater than 0، يعني الدومين بتاعي من اول الزيرو لحد انفينيت. لو بقول log x minus 3 for base 2، يبقى x minus 3 لازم تبقى greater than 0، يعني x greater than 3 يعني من اول 3 لحد انفينيت. مشكلة اللوج بتحصل لو البيز ما كانش constant، كان variable. يعني لما اقول هنا x minus 6 over 8 minus x، هنا بقى بنقول اللوج هيختلف في الدومين. الدومين هنا لازم اللي جوه اللوج اللي هو x minus 6 يبقى greater than 0، ولازم اللي تحت اللوج اللي هو 8 minus x يبقى greater than 0. وشرط كمان ان اللي تحت اللوج 8 minus x اللي هو البيز ما ينفعش يكون 1، ده شرط مش قوة اللوج. البيز في الجزء اللي تحت ده اللي هو اللي تحت اللوج ده ما ينفعش يطلع 1. وبالتالي هنا لو وديت ال 6 الناحية التانية تبقى x greater than 6، وديت ال x الناحية التانية تبقى 8 greater than x، يعني x أصغر من ال 8. من الاثنين دول اقدر ارسم نمبر لاين، x greater than 6 الاولى يعني من اول 6 لحد انفينيت، بقى هو ده الدومين بتاع الاولى. الثانيه x اصغر من 8 يعني 8 وكل اللي اصغر من 8 كل الجزء دوت. ثم هنا 8 minus x not equal to 1 يعني ال x not equal to 7، يعني هطلع ال 7 بره الموضوع، وتطلع الإجابة بتاعتي من أول نيجاتيف من أول 6 لحد 8 بس ديفرنس ال 7 بره الموضوع. ده لو كان اللوج ليه بيز فاريبل بتعامل معاه بهذا الشكل. ثم ابتدينا ناخد المسائل اللي فيها ابسوليوت اف اوف اكس. اف اوف اكس لو أنا معايا مسألة فيها ابسوليوت اكس ماينس 4، الابسولوت لازم يتفك، فبيتفك جزئين، بيتفك برانش اكس في اكس ماينس 4 بتتاخد مره بالبوزيتيف، والاكس اللي بره زي ما هي، والاكس ماينس 4 بتبقى بالنيجاتيف يعني نيجاتيف اكس بلس 4. الاولى بكتب قصادها اكس جريتر ذان، الثانيه اكس سمولر ذان. الزيرو ابسولوت ان انا اساوي اللي جوه الابسولوت بزيرو، لما اساوي اللي جوه الابسولوت بزيرو تطلع اكس ايكوال 4، يعني دي 4 ودي. علامة الايكوال بتتحط في واحدة من الاتنين، أي واحدة من الاتنين. وبالتالي إحنا متعودين دايما نحطها مع علامة الجريتر ذان، لكن هي تنفع مع أي واحدة. بفك دول تبقى x باور 2 ماينس 4x، x جريتر ذان أور ايكوال 4، دي هتبقى نيجاتيف x باور 2 بلس 4x، x سمولر ذان 4. ببتدي أعمل ديريفاتيف f dash of x. f dash of x derivative الأولى هتبقى 2x minus 4 x greater than 4، derivative الثانية negative 2x plus 4 x smaller than 4، وعندي x equal 4. بنقول المفروض إن احنا ندرس حاجة اسمها continuity وندرس حاجة اسمها differentiability، لكن هنا بنقول في طريقة ممكن تختصر إذا طلعت الإجابتين مش شبه بعض. هاخد الفور دي وأعوض هنا وعوض هنا، لو طلعوا الاجابتين مش شبه بعض خلاص يبقى انا اختصرت الخطوات بتاعت الكونتينوس وبتاعت الديفرنشابيلتي. لو قطع الاكس ب 4 في اللي فوق هتطلع 4، لو قطعها في اللي تحت هتطلع نيجاتيف 4، ما طلعوش زي بعض. فبكتب هنا undefined
وما دام طلعت undefined فدي واحدة من شروط الكريتيكال، يعني تطلع اف داش undefined اذا الفور دي بقت كريتيكال بوينت. اذا لو انا كتبت undefined فالفور كريتيكال بوينت، واحدة من ضمن الكريتيكال بوينت. هاخد اللي فوق دوت واسويه بالزيرو، 2x minus 4 equal 0، والشرط الدومين ان الاكس اكبر من 4، فهتطلع x equal 2، بس x equal 2 مش اكبر من 4، بالتالي هتبقى refuse. باخد اللي تحت ده اسويه بالزيرو، negative 2x plus 4 equal 0، و x اصغر من 4، لو انا حليت هتبقى 2x equal 4، يعني x equal 2، 2 اصغر من 4، يبقى اصبحت دي critical بوينت هي كمان. اذا المساله دي فيها 2 critical بوينت، هرسم النمبر لاين بتاعي، احط الكريتيكال بوينت الاولانيه اللي هي 2، الكريتيكال بوينت الثانيه اللي هي 4. لما ارجع اعوض في الاف داش قبل ال 2 بعوض برقم، بعوض فين؟ ال 2 اصغر من ال 4، فانا بعوض في الجزء اللي تحت، بعوض في الجزء ده. لما اعوض رقم قبل ال 2 زي 0 هيطلع هنا بوزيتيف، يعني في انكريس. ما بين ال 2 وال 4 3، برضه ال 3 اصغر من 4، يعني هعوض هنا، فهيطلع نيجاتيف يعني ديكريس. بعد الفور 5 هعوض في اللي اكبر من 0، هعوض هنا فهتطلع الاجابه بوزيتيف، فهتطلع انكريس. اذا البوينت دي لوكال ماكسيمم، والبوينت دي لوكال مينيمم. هنا برضو لازم ناخد حاجه نخلي بالنا، هل قال لوكال ماكسيمم ات اكس ايكوال كام، ولا قال لي هل لوكال ماكسيمم فاليو؟ لو قال لي كلمة value دي، فكلمة value دي معناها هات لي قيمة ال y مش قيمة ال x. لو قايل local maximum value أو local minimum value، فالمطلوب مني أجيب قيمة ال y مش قيمة ال x بكام. ثم ابتدينا نقول طيب وإذا طلب ال second derivative. في ال second derivative لازم ناخد بالنا من حاجة، هنرجع عند ال first derivative زي ما احنا ما كنا وصلنا لها، ونعمل السكند ديريفيتيف. لو جينا نعمل السكند ديريفيتيف للمسألة اللي موجودة دي، همسح كل اللي تحت ده عشان أكمل عليها سكند ديريفيتيف، كأني بجيب الكونفكستي. كل ده خلاص ملوش لازمة. دي كانت undefined زي ما طلعناها، ثم عايزين ال f double dash. ال f double dash بعمل derivative اللي فوق تبقى ب 2، بعمل derivative اللي تحت تبقى negative 2، x greater 4 زي ما هي و x smaller 4 زي ما هي. عند x equal 4 بنقول ان هي ما دام كانت undefined يبقى برضه هنكتب undefined، بس هنا نخلي بالنا بقى undefined وما نقدرش نسمي دي inflection. الله، ليه ما محققش شروط الانديفايند بتاعت الانفليكشن؟ قال لي لا، هي عشان تبقى انفليكشن لازم تبقى ديفايند في الخطوه اللي قبلها. لازم عند في الاف داش تبقى اف داش اوف 4 ديفايند، نقدر نجيب قيمتها، وبالتالي انا ما اقدرش اجيب قيمه اف داش اوف 4، اف داش اوف 4 انديفايند، بالتالي مستحيل تطلع ال 4 انفليكشن بوينت، خلاص هي بقت بره الدومين بتاع الاف دبل داش خلاص. وبالتالي بنقول دي not inflection عشان هي كانت undefined في الخطوة اللي قبلها. طيب اللي فوق لو سويته بالزيرو مش هيطلع حاجة، اللي تحت لو سويته بالزيرو مش هيطلع حاجة. إذا number line ما عليهوش inflection، بس هحط عليه 4 عشان زي ما قلنا نقدر نحدد اتجاهات الإشارات بتاعة ال y dash أو ال y double dash. إحنا شغالين على ال y double dash، نعوض برقم قبل ال 4، قبل ال 4 يعني هنعوض تحت، تطلع الإجابة بنيجاتيف 2 يعني الكونفكس أب. بعد الفور زي الفايف، الفايف أكبر من الفور نعوض فوق، تطلع الإجابة بوزيتيف 2 يعني كونفكس داون، وبالتالي شكل المسألة يبقى معايا كونفكس أب في الانترفال الأولى وكونفكس داون في الانترفال الثاني. ده كان الجزء الأول اللي إحنا إتكلمنا عليه في يونت 1. كده ناقص لنا إن إحنا نفكر بعض بالجرافات كانت كام، وشغل الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم.
هننزلها برضو مع الفيديو اللي جاي. هنبتدي بس ناخد حلول الواجب ونبتدي نشتغل عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.